كنسالو من تخدم مع 3 شهور اللي داروا معنا من شهر 8 الان دابا داروا معنا على 3 شهور باش يخلصونا ودابا عام وما شادينا ما كيخلصونا ما والو ما بغاش يعطيونا رزقنا وحنا عندنا المصايب كحله في هذا الشيء ديال الكاميوات وهذا الشيء ديال الشفرات وعطي شيكات انا عطي شيكات عطي شيكات وهاد الناس ما بغاش يديروا معنا مش ما بغاش يديروا معنا الحل وحنا ما باغيينش نديروا الحل بالفوضى حنا باغيين ناخذوا اسلامي باغيين ناخذوا رزقنا ماشي هاد الناس بقاو يديو فينا ويشوفوا فينا ما لقيناش مع من نهضروا ما لقيناش مع من نتفاهموا انا تقريبا كاين 15 باترون كل واحد عنده 4 الكاميوات 3 الكاميوات ما تخلصنا ما والو كيتسالوني الشوفريه هما معايا كيتسالوني الكريدي البنوات بزاف ديال الحاله ما هاد الناس شادين عام وما كيضحكوا علينا عام وما كيضحكوا علينا راه مشاكل ما بغيناش نديروا شي مشاكل خايبه وكنطلبوا من هاد الناس انا كيتسالوني الكريدي انا كيتساني انا كتساني 25 مليون كريدي انا طبت مع هاد الناس واش انا غنبقى نمشي ونجي تعطيني خدمه مع بالقانون تعطيني رزقي ما بغيش حنا شي فوضى اللي غنديروا حنا مغاربه بغينا نتسلم مع هاد الناس يعطيونا رزقنا حنا كنطالبوا من هاد الناس يعطيونا رزقنا اكوا كعباد الله بغينا نطلبوا من هاد الناس يعطيونا رزقنا راه الشوم وحل وكنطلبوا من السلطات يوقفوا معانا وحنا كنطلبوا من سيدنا يوقف معانا في هاد المشاكل اللي عندنا راه عانينا بزاف من قبل كورونا وحنا كنتجاراو راه مشاكل طرات لينا مع عائلتنا مشاكل مع الشوافريه مشاكل مع الكاميوات لا سيرانسات لا رواس حل شاديني انا بعد 6 شهور وانا خدام معاهم دابا هي جايه العام وما تخلصت ما والو وكنطلب من الناس ملي كنجي كيقول لك ما عندناش ما عندناش وما داروا ماتريال جديد الله يسهل الله يعاون على ما حسدناش ولكن عطيونا رزقنا حنا قدمنا معاهم من العيد الكبير وحنا كنزو الزبولات العباد الله عملت عين الشق حنا كنجريو فيها وعندنا تصاور ديال هادشي وعندنا المشاكل غرقنا مشاكل غرقنا شيكات غرقنا راه لا اله الا الله محمد رسول الله وصافي لا اله الا الله محمد رسول الله الشركه مكلفه بكراء الاليات والشاحنات خدمنا مع شركة تقريبا عام وحنا خدامين معاهم جنا لهم مجموعة كرينا لهم الماتريال ديالنا وجنا لهم مجموعة ديال الناس اللي هما مساكن الناس بساط اللي عندهم كاميو كيوقف الموقف جاو خدموا مع هاد الناس هادو جمعوا تقريبا هما اللي كانوا كيجمعوا الزبل في عمالة عين الشق سيدي معروف حي الحسني هما اللي كانوا كيجمعوا الزبل ديال المنطقة كلها كنا حنا اللي كنجمعوا الزبل ديال الدار البيضاء طيلة ما يناهز واحد 7 شهور وحنا كنجمعوا لهم الزبل ملي فجينا كنطلبوا بالخلاص كنا نورمالمون حنا درنا معاهم الاداء على شهرين 60 يوم درنا حنا 3 شهور زعما على اساس ان لي زاتاشمون باش نوجدوا الاوراق عطينا مهله شهر ضربنا 7 شهور 8 شهور ديال الخدمه هذه ديال الخدمه ابار تعطى اللي من فوق الخدمه ولحد الساعه ما كاينش اللي بغى يتصنت لينا ما بغوش يخلصونا ما بغوا يديروا معنا حتى شي حاجه كيتعنتوا مشينا اتجهنا للسلطه السلطه دارت قامت بالواجب السيد الوالي ولا السيد المدير ديال شركه كازا بيئه قام بالواجب اتصل بالسيد المسؤول في هذه الشركه هذه على اساس انه يخلص الشركه تخلص هاد الناس هادو اللي هما كيعانيو بعد هاد كوفيد ما عندهمش حتى دخول كيعانيو حاله مزريه العيد هو جاي ما شاء الله حنا خلصناهم داكشي اللي قدرنا اننا نخلصوهم استنزفنا حنا الموارد ديالنا كشركه ما بقاش عندنا مازال موارد شركه وقفات لان الحجم ديال مدينه الدار البيضاء باش تغطي جمع الازبال ديالها وشركه كبيره مدينه كبيره دونك اتصلت بهم السلطات التزموا معنا على اساس انهم يخلصونا 3 شهور يقسموا لينا هذا الشيء على 3 شهور الوغ هي ما واخا تقسم على 3 شهور كتبقى لينا بالنسبه لنا حنا كشركه حجر عثره في الطريق ديال الشركه وغتوقفها مالغريسا قلنا ماشي مشكل الا التزموا يقسموا على 3 او 3 شهور ما عندناش اشكال ملي فجينا كنتفاجئوا انهم ما باغينش يلقاو الحل وكيتعنتوا بان تسنى لا بلاتي لا هذا وما كفس من هذا الشيء وان هاد الناس هادو بحال شدوهم لاحوهم ومشاو كيطيطيو مع شركات جداد عاوتاني باش يمشيو يشدوا يشدوا الخدمه اللي حنا شدينا يعني حنا بحال قضاو بينا غرض لاحونا وجابوا عاوتاني شركه جديده عاوتاني قضيو بها الغرض وهكذا دوالي دونك حاولنا اتصلنا بهم شحال تكرارا ومرارا الناس مشاو الاخوان مشاو عندهم حتى الاداره تكرارا ومرارا ولا من مجيب ولا شي واحد بغى يسمع لينا دونك اضطرينا اننا نجيو عاوتاني هنا للشريك المقر ديال الديبو ديالهم نشوفوا ربما يلقى الحل نلقاو معاهم الحل ورجعنا لشوف تي في باش حتى هي تغطي معنا هذا الحدث ونتمنوا من الله ان الصوت ديالنا يوصل للناس المسؤولين ويوصل ويحسوا بالمعاناه ديالنا والمسؤولين ديال الشركه حتى هما وبركه من هذا التعنت ويخلصوا الناس الله يجازيك بخير حنا كنطالبوا باش يخلصونا هذا هو شيء بسيط حنا ما عندنا معاهم مشكل الناس السلطه اتصلت بهم قالت لهم واش عندكم مشكل مع الشركه قالوا لهم ما عندنا حتى شي مشكل علاش ما تخلصوناش الله اعلم لي بوند كوموند ديالنا فيهم 60 يوم
مكتوبه قداش هي وداكشي اللي التزموا معنا، وعلى هذا الاساس خدمنا معاهم باش نبقاو حنا سنه ومازال ما تخلصناش. والمشكل هو ان ما كاينش حتى مع من الدوي اللي هضرتي معاه تيقول لك بلاتي نمشيو حنا لابو ظبي، لان الشركه الام الله اعلم تابعه لابو ظبي. حنا النهار خدينا ريجيستر كوميرس من مجلس المحكمه التجاريه، حنا كنتعاملوا مع شركه مغربيه مؤسسه في سنه 2013 ولا 2014 بالمدير ديالها العام، يعني ما عندناش علاقه بابو ظبي. دابا كيقول لك لا نتسناو حنا ابو ظبي، الفلوس واش كتخرج من المغرب واش الله اعلم. وهما مؤخرا تخلصوا بمجلس المدينه، شدوا واحد المبلغ اللي هو كبير، ومع ذلك ما بغاوش يخلصونا. حنا ما فهمناش هذا المشكل هذا علاش. وتعنوا